بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين الموافق 28/9/2020، حصة العلوم لطلبة الصف الثامن. الحصة الماضية الثامن أنهينا حل أسئلة الوحدة الأولى. في الوحدة الأولى تعرفنا على عدة أشياء، تعرفنا على النظام البيئي ومفهوم النظام البيئي، المجتمع الحيوي كجزء من النظام البيئي، تعرفنا على المكونات غير الحية الموجودة في النظام البيئي، وتعرفنا على العلاقات الغذائية التي تجمع ما بين الكائنات الحية. أيضا تعرفنا في تلك الوحدة عن السلاسل والشبكات الغذائية وقارنا بينها، وحكينا أن الأسهم الموجودة في السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية تشير إلى اتجاه انتقال الطاقة، وهذه الطاقة مصدرها الرئيسي هي الشمس، تنتقل إلى المنتجات ومنها إلى المستهلكات الأولى والثانية فما فوق. أيضا تعرفنا إلى مفهوم الهرم الأعداد أو الهرم البيئي، وحكينا أنه هذا أخذ شكل هرم لأنه في القاعدة في عند الأكثر عدد هي المنتجات، ثم تصبح هذه الأعداد أقل فأقل كلما اتجهنا نحو القمة. بعد ما أنهينا هذا الموضوع تعرفنا على أهم المناطق البيئية الموجودة في العالم، تحدثنا عن المنطقة البيئية الباردة التي تضم التيكا والتندرا والمنطقة القطبية المتجمدة، تعرفنا أيضا إلى أهم الغابات الموجودة وهي الغابات الاستوائية والغابات المعتدلة، تعرفنا على منطقة السافانا والبراري وقارنا بينهما، أيضا تعرفنا على المناطق الصحراوية وتعرفنا على شجرة الهوهوبا وفوائدها، وأشهر الكائنات الحية التي تعيش في هذه المناطق الصحراوية وكيف تكيفت للعيش في هذه المناطق، وفي النهاية تعرفنا على المناطق المائية وصفات هذه المناطق. اليوم إن شاء الله يا ثامن راح نتعرف بوحدة جديدة عن مفهوم الحركة، راح نتعرف بوحدتنا الجديدة عن مفهوم الحركة. عنوان الوحدة الثانية من كتاب الصف الثامن العلوم هي موضوع الحركة. طبعا في بداية كل وحدة بعطيك مخطط توضيحي لأهم المفاهيم التي ستمر معنا في هذه الوحدة. لاحظ من خلال المخطط، طبعا المخطط بشكل رئيسي يتحدث عن الحركة، المخطط بشكل رئيسي يتحدث عن الحركة. راح نتعرف عن الحركة من خلال ثلاث أشياء. الشيء الأول أو الجزء الأول من حيث النوع، سنتعرف على الحركة من حيث النوع، يعني معرفة أنواع الحركة. أنواع الحركة، طبعا الحركة تقسم إلى أربعة أنواع رئيسية، هي يا ثامن الحركة الانتقالية، الحركة الدائرية، الحركة الاهتزازية أو التذبذبية، والحركة الدورانية، وسنأتي إلى هذه الأنواع وندرسها بالتفصيل ونعطي أمثلة على أنواع هذه الحركة. أيضا سنتعرف على الحركة حسب العلاقة ما بين المسافة والزمن، يعني هنصنف هذه الحركة حسب شغلتين، المسافة والزمن. الحركة حسب المسافة أو الزمن تقسم إلى قسمين أو نوعين، هي حركة غير منتظمة وحركة منتظمة، ورح نرجع للدرس ونتعرف على أنواع هذه الحركة ونرجع للرسم البياني ونميز ما بين الحركة المنتظمة والحركة الغير منتظمة، ورح أعطيكم صور مرسومة بيانيا من خلالها رح تقدر تحدد إذا كانت هذه الحركة منتظمة أو غير منتظمة. المعلومة اللي كمان راح نطرحها عن الحركة هي العوامل التي تعتمد عليها الحركة، العوامل التي تعتمد عليها الحركة. تعتمد يا ثامن الحركة على شغلتين اللي هم الموقع والزمن، وراح نعرف ما المقصود بالموقع وما المقصود بالزمن، وكيف يؤثر الموقع والزمن على الحركة، وكيف يؤثر الموقع والزمن على الحركة. نبدأ الآن بأول موضوع في اللي هو الدرس الأول. الدرس الأول يتحدث عن مفهوم الحركة، الدرس الأول يتحدث عن مفهوم الحركة. طبعا كمقدمة لدرسي في عندي الاستكشاف والتفسير،
في صفحة 48. طبعا هذا هو درسي الأول، بحكي لك كمقدمة. افتتحت حدائق الملك عبد الله الثاني في إربد بمساحة 178 دونما. اتفق كل من أحمد وباسم وسيف على زيارتها واكتشاف معالمها لأول مرة، فتفرق الأصدقاء داخل هذه الحديقة. هلأ اللي صار كالتالي، إنه في عنده ثلاث طلاب أصدقاء، باسم وسيف وأحمد، هذول سكان إربد، افتتحوا في إربد حدائق الملك عبد الله الثاني، فقرروا إنهم يروحوا هناك ويستكشفوا هذه الحدائق. في أثناء لما وصلوا هناك تفرقوا، ما ضلوا مع بعض، كل واحد راح في مكان. هلا صاروا بدهم يلتقوا، فكل واحد اتصل على الثاني أنت وين، فكل واحد بده يوصف مكانه للآخر. لاحظ شو المطلوب مني بالاستكشاف والتفسير، صفحة 48، خلي قلمك معك عشان نجاوب على الأسئلة المتعلقة بهذا الشكل، شكل 2-1 الذي يمثل مخطط للحديقة التي افترق فيها باسم وسيف وأحمد. السؤال الأول، طبعا أنا حخلي الصورة واضحة. في عندي، لاحظ هاي أماكن، هون مكان سيف وعندي باسم، وعندي مكان سيف ومكان أحمد. إذا هاي مكان باسم وسيف وأحمد، أماكن باسم وسيف وأحمد. في البداية بحكي لك صف مكان باسم بالنسبة إلى المشتل، صف مكان باسم بالنسبة إلى المشتل. يعني أنت بدك تركز على مين يا ثامن؟ بدك تركز على المشتل. أنا بدي أركز على المشتل. هلأ لاحظ معطيك هون مفتاح الخريطة، معطيك وين الشمال جنوب شرق غرب، هو محدد لك الجهات. بدي أعتبر المشتل، هذا المشتل هون، المشتل هو نقطة الوسط في هذا المفتاح. لاحظ باسم موجود وين؟ في الأعلى، هاي مكان باسم. باسم حسب الخريطة فهو موجود وين؟ في أي جهة؟ هل هو في الشمال أم في الشرق أم في الغرب أم في الجنوب؟ المشتل في الوسط رح أعتبره، وباسم للأعلى. ما هي الجهة الموجودة للأعلى؟ هي جهة الشمال، جهة الشمال، جهة الشمال. إذا عندما يتم وصف موقع باسم بالنسبة إلى المشتل، نكتب يا ثامن مكان باسم بالنسبة للمشتل إلى الشمال، مكان باسم بالنسبة للمشتل إلى الشمال، أو من جابوا إنه يقف باسم إلى الشمال من المشتل، يقف باسم إلى الشمال من المشتل. إذا مكان باسم بالنسبة إلى المشتل هو إلى الشمال، موجود إلى جهة الشمال، إلى جهة الشمال. وركز، في السؤال طلب مني بس بالنسبة لمين؟ للمشتل. ركز إنه بده بالنسبة للمشتل. يعني هون يعني مثلا لما اتصل فيه أحمد حكى له وينك؟ حكى له أنا بتروح لعند المشتل، بس توصل عند المشتل بتروح لجهة الشمال، بتلاقيني في جهة الشمال، هيك معناها. السؤال الثاني، صف مكان سيف بالنسبة إلى حديقة الطيور، صف مكان سيف بالنسبة إلى حديقة الطيور. هاي حديقة الطيور حسب مفتاح الخريطة الموجود عندي هون، لاحظ سيف إلى أي جهة يقع؟ هل هي جهة الشمال؟ لاحظ سيف هكذا هيك للأعلى، فهذه الجهة هل هي جهة الشمال أم جهة الشرق أم الغرب أم الجنوب أم أي جهة؟ إلى أي جهة يقع سيف؟ لاحظ هي للأعلى حسب السهم الموجود عندي هون، فمكان سيف بالنسبة إلى حديقة الطيور هو أيضا إلى الشمال، أيضا إلى الشمال. إذا مكان سيف بالنسبة إلى حديقة بالنسبة إلى حديقة الطيور إلى الشمال. إذا مكان سيف بالنسبة إلى حديقة الطيور
هو إلى الشمعة. نأتي الآن إلى مكان أحمد وبدنا نركز على مكانه بالنسبة للإدارة. إذا في المرة الأولى كان بدهم بالنسبة للمشتل، في المرة الثانية بدي أوصف مكان سيف بالنسبة إلى حديقة الطيور، في المرة الثالثة بدي أوصف مكان أحمد بالنسبة إلى الإدارة. إذا صف مكان أحمد بالنسبة إلى الإدارة. لاحظ يا ثامر هاي الإدارة، لاحظ أحمد وين موجود فيه. إذا يا ثامن بده مكان أحمد بالنسبة للإدارة، هاي الإدارة، أطلقنا سهم من الإدارة باتجاه أحمد، رجعنا لمفتاح الخريطة في الأعلى، لاحظ السهم كان بهذا الاتجاه، فنلاحظ أن هذا الاتجاه هو اتجاه الشرق، هذا الاتجاه هو اتجاه الشرق، اتجاه الشرق. فبنلاحظ إذا إجابة صف مكان أحمد بالنسبة إلى الإدارة، نكتب مكان أحمد بالنسبة إلى الإدارة هو في أي اتجاه؟ إلى الشرق، في اتجاه الشرق أو إلى الشرق. إذا جواب هذا السؤال نكتب مكان أحمد بالنسبة للإدارة إلى الشرق. إلى الشرق، إذا كان مكان أحمد بالنسبة إلى الإدارة في جهة الشرق، إلى الشرق. الآن السؤال الرابع هو السؤال الأخير، بحكي لك ارسم خطا بين النقطة ألف على الشارع الرئيسي وباسم، وخطا آخر بين النقطة باء وسيف، وقس البعد في كل مرة باستخدام المسطرة، وقس البعد في كل مرة باستخدام المسطرة. السؤال مرة أخرى، ارسم خطا بين النقطة ألف على الشارع الرئيسي وباسم، وخطا آخر بين النقطة باء وسيف، وقس البعد في كل مرة باستخدام المسطرة. طبعا يا ثامن راح ترجع للشكل الموجود عندنا اللي استخدمناه في البداية. لاحظ هاي النقطة ألف هي النقطة السوداء، برسم خط مستقيم من هذه النقطة لبداية الدائرة اللي بتوصف مكان باسم. رسمنا خط مستقيم من هذه النقطة السوداء إلى بداية الدائرة التي تصف مكان باسم، ثم رسمنا خطا مستقيما آخر من النقطة باء من عند الدائرة لونها أسود إلى بداية الدائرة التي تصف مكان سيف، إلى بداية الدائرة التي تصف مكان سيف. هلا المطلوب منك يا ثامن إنك تستخدم مسطرتك وتقيس لهذه القطعة المستقيمة اللي إحنا رسمناها في الحالتين. طبعا لاحظ من القطعتين متساويتان في الطول. هلا لما تقيس الطول يا ثامن راح يطلع معك الطول تقريبا 5.5 سنتيمتر، 5.5 سنتيمتر. إذا الجواب اللي نكتب تحتيها 5.5 سنتيمتر، والشكل الثاني أيضا عندما نقيس الطول سيكون 5.5 سنتيمتر، 5.5 سنتيمتر. هلا طبعا بعد ما عملنا الاستكشاف والتفسير وحلينا الأسئلة، إلى ماذا نتوصل؟ ما الاستنتاج الذي توصلنا إليه يا ثامن؟ طبعا أنا توصلت لثلاث استنتاجات رئيسية. الاستنتاج الأول إنه في البداية علشان أحدد، هاي أول استنتاج، عشان أحدد موقع جسم ما بحتاج إلى نقطة أو معلم رئيسي. إيش هي هذه النقطة؟ لاحظ في المثال اللي عندي شو كانت النقطة؟ عندي المشتل، حديقة الطيور، الإدارة. لو طلبت مثلا منك توصف لي أو تحدد لي مكان مدرسة طيور الجنة، إيش بتحكي لي؟ بتحكي لي بالقرب من مطعم هاشم، لأنه مطعم هاشم نقطة مميزة بتساعدني إني أستدل على هذا المكان بسرعة. ممكن حد أحكي له وصف لي بيتك، أحكي لي بالقرب من مركز أمن. ممكن أحكي له وصف لي بيتك، أحكي لي بالقرب من مركز صحي، من صيدلية، من صالة أفراح. هذه الأماكن المميزة اللي بنرجع لها علشان نحدد موقعنا بالضبط، هذه النقاط تسمى نقطة مرجع. إذا المشتل وحديقة الطيور والإدارة في المثال السابق جميعها يا ثامن تسمى نقطة مرجع، جميعها تسمى نقطة مرجع، وهذه النقطة ضرورية جدا لتحديد الموقع، وهي نقطة مرجع أو نقطة مرجعية، التنتين صح، إما بنحكي نقطة مرجع أو نقطة مرجعية. هذه النقطة هي نقطة أساسية لتحديد موقع جسم ما. إذا نعيد آسف
الاستنتاج الأول اللي توصلنا إليه من الاستكشاف والتفسير، الاستنتاج الأول كان إنه عشان أحدد مكان جسم ما يجب أن نختار نقطة مرجعية. ما المقصود بالنقطة المرجعية؟ هو اسم مكان، اسم مكان مميز مثل مشتل، حديقة طيور، إدارة، مركز أمن، مدرسة، مستشفى، مركز صحي، صالة أفراح، محطة مثلا، محطة وقود إلى آخره، فهذه تسمى نقطة مرجعية. الموضوع الثاني إنه أنا عشان أحدد المكان بحتاج إلى تحديد الجهة، يعني أنا بحدد شمال، شرق، غرب، جنوب، هاي كثير مهمة. إذا لتحديد المكان أيضا أنا بحتاج إلى تحديد الاتجاه، والاتجاه يكون شمال، شرق، غرب، جنوب، هاي مهمة جدا عشان أحدد المكان. عشان أحدد مكان جسم ما لازم أحدد الاتجاه، لازم أحدد الاتجاه، هذه أيضا جدا مهمة. بالإضافة إلى ذلك كان كثير مهم عندي إني عشان أحدد موقع الجسم إني أحدد البعد أو المسافة، البعد أو المسافة. طبعا لاحظ اللي بيستخدموا اللوكيشن يا ثامن، لما بدك تستخدم لوكيشن شو بحكي لك؟ مثلا بحكي لك إنه مثلا على بعد 4 متر تتجه نحو اليمين، أو على بعد 200 متر في عندك دوار، أو على بعد 600 متر في عندك تتجه نحو الشمال. فلاحظ يمين شمال هاي بنسميها اتجاه، وال300 وال400 وال500 هاي بنسميه بعد، وهذول النقاط الثلاثة جدا مهمة في تحديد مكان جسم ما. إذا عشان أحدد موقع جسم ما أحتاج إلى نقطة مرجعية، أحتاج إلى اتجاه، وأحتاج إلى بعد، أحتاج إلى بعد. خلاصة هذا الحكي موجود عندنا في صفحة 49 لو سمحتوا. في صفحة 49 عندي هاي العبارة، يا ريت نحددها على الكتاب، صفحة 49 إنها جدا مهمة. العبارة هي هذه، رح نقرأها هلأ. إن تحديد مكان الجسم بالنسبة إلى نقطة مرجعية يسمى الموقع. إذا في البداية عرفنا الموقع، ما هو الموقع؟ الموقع هو تحديد مكان الجسم بالنسبة إلى نقطة مرجعية، هاي تعريف الموقع. إذا الموقع، مرة أخرى يا ثامن، ما تعريف الموقع؟ الموقع هو تحديد مكان الجسم بالنسبة إلى نقطة مرجعية. نحتاج لتحديده إلى بعد واتجاه، نحتاج لتحديده إلى بعد واتجاه. بمعنى آخر عشان أحدد موقع جسم بدي شغلتين، هم البعد وهم وكمان إيش؟ الاتجاه. أيضا في عبارة كثير مهمة في صفحة 49، هاي العبارة لو سمحتوا هي التالية: إن تغير موقع الجسم مقارنة بأجسام ثابتة حوله يدعى الحركة. ما إنه تحدثنا عن موقع وحددنا الاتجاه بعد إلى وحددنا موقع حسب البعد والاتجاه، بظل عندي أعرف شو معنى الحركة. متى بحكي إنه الجسم تحرك يا ثامن؟ عندما يغير موقعه. إذا الجسم غير موقعه هذا بسميه حركة. يعني أنت لما تكون في البيت وبعد ساعة تكون في المدرسة هذا بنسميه حركة. لما تكون مثلا بغرفة وتتحرك لغرفة ثانية ما دام غيرت موقعك هاي بسميه حركة. مثلا تكون أنت قاعد في غرفة وتغير مكانك، تروح على مثلا من غرفة الاستقبال أو من غرفة الضيوف وتروح على المطبخ، هاي بنسميها حركة. إذا تغير موقع الجسم مقارنة بأجسام ثابتة حوله يدعى الحركة. وهيك بنكون تعرفنا إلى مفهوم الحركة، تعرفنا إلى مفهوم الموقع، وتعرفنا إلى مفهوم النقطة المرجعية، ووضحنا كيف يمكن تحديد موقع الجسم. الحصة الجاية إن شاء الله منكمل موضوعنا، ويعطيكم ألف عافية يا ثامن.